مص الأهل للسكاتة أو اللهاية بتاعة الطفل بتعزز مناعته إزاي؟ في مجموعة من العلماء عملوا بحث على 184 طفل منذ سن الولادة حتى عمر 6 شهور. الأطفال دول 184 طفل كانوا بيستخدموا السكاتة أو اللهاية، وكانوا بيتابعوا طريقة تنظيف السكاتة أو اللهاية لما تقع على الأرض. فقسموا 184 طفل دول إلى 3 مجموعات. المجموعة الأولى الأهل كانت بتنظف السكاتة عن طريق المية العادية أو مية الحنفية. المجموعة التانية كانت بتنظف السكاتة لما تقع على الأرض عن طريق مية مغلية. المجموعة التالتة كانوا بينظفوا السكاتة عن طريق اللعاب بتاعهم. إزاي يعني؟ يمسكوا السكاتة يحطوها في الفم عندهم إذا كان الأب أو الأم أو الجدة، وينظفوها باللعاب بتاعهم ويرجعوها للطفل تاني. عند عمر سنة ونص لقوا إن المجموعة التالتة اللي هي بتنظف السكاتة باللعاب بتاع الكبار نسبة حدوث الأمراض والحساسية والإكزيما أقل 3 مرات من المجموعتين التانيين. أقل 3 مرات من المجموعتين التانيين. إزاي؟ لقوا ان طبعا احنا عارفين ان الفم بتاع كل انسان فيه بكتيريا وجراثيم متعايشة. لقوا ان الجراثيم المتعايشة اللي موجودة عند الناس الكبار لما تتنقل للطفل عن طريق السكاتة، اللعاب اللي هيبقى على السكاتة، الجراثيم دي بتحفز جهازه المناعي، وان الطفل يتعرف عليها بدري بدري فيحفز بتحفز جهازه المناعي فيخليه أقل عرضة للأمراض، أقل عرضة للحساسية والإكزيما. بس برضو قالوا إن ما ينفعش حد يحط السكاتة في الفم عنده هو عنده مثلا اللوز أو عنده مشاكل بالفم، أمراض معدية بالفم. لازم الإنسان اللي يحط السكاتة في الفم عنده ده يكون إنسان مش مريض. شكرا.